صباح الفل، صباح الهنا، وصباح الرزق، وصباح كل حاجه حلوه. ونهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. والنهارده زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح، انا هكون معاكم لوحدي. كريم باذن الله هينضم لينا مره تانية بدايه من اول الاسبوع القادم. طيب مبدئيا كده قبل ما نبدا اي حاجه، خلينا نقول ان الجو ابتدى يفرق بشكل كبير، درجات الحراره الى حد ما ابتدت في انخفاض، يعني مظاهر شويه الخريف ابتدت تظهر على عكس الايام اللي فاتت كان عندنا ماساه. يعني لما نقول من يومين ثلاثه كان درجه حراره 40، فدي كارثه حقيقيه. النهارده الصبح حتى لحد دلوقتي بتهيالي مفيش شمس قوي، فالجو في افضل حال. يعني على كل حال نبدا مع حضراتكم، واكيد لازم ننوه بالفقرات اللي معانا. هيكون فقره اولى معانا كابتن حسن شكري نجم الاهلي السابق، ملفات عديده جدا، كابتن حسين عادل حسين، وهنتكلم في ملفات كتيره جدا طبعا، خاصه بالنادي الاهلي، خاصه بالمنتخب، خاصه كمان بالكوره العالميه. وفي نفس الوقت برضو في بعض كده النقاط او علامات الاستفهام اللي عامله رواج كبير على السوشيال ميديا، هنناقشها معها يعني كابتن عادل على مدار ان شاء الله الفقره الاولى. الفقره الثانيه هكون معانا دكتور ريهام الحياوي، وهيكون معانا طبعا ملف مختلف برضو من ملف الخاص بالصحه، وهنتكلم كده ازاي برضو الواحد ممكن ان هو يحافظ على صحته، في نفس الوقت برضو ان هو ما يرجعش تاني يزيد في الوزن. دي نقطه مهمه جدا بيعاني منها مرضى او نسبه كبيره جدا من الناس، فكره ان انا بخس بسرعه وبرجع مره تانية بسرعه اتخن، فبيجيب احباط، بيجيب نوع من يعني كده زي ما بيتقال الياس. يعني الواحد خلاص ما بقاش عايز يخس، ما بقاش عايز يعمل حاجه، بيحس ان هو مهما حاول الموضوع مش هيوصله لاي شيء او اي نتيجه. لكن دكتور ريهام هتقول لنا النهارده ازاي ممكن في ابسط الحلول او اسهلها الواحد ان هو يخس. طيب كابتن حسين شكري طبعا هينورنا، معلش انا اتلخبطت في الاسم. نبدا بقى مع حضراتكم ملف مهم جدا، لان هذا الملف يمكن عامل في الفتره الاخيره تحديدا، مش هقول مشكله، بس هو عامل زي ما بيتقال كده اراء مختلفه، في اراء مع وفي اراء ضد جدا. من يومين تحديدا ظهر على الساحه الرياضيه ازمه جديده، ويمكن هي شويه في طريقها للحل، وهي محاوله هنا تجنيس بعض اللاعبين، تحديدا لو هنتكلم لاعبه مصريه اسمها شيماء سامي، هي صاحبه الثلاث ذهبيات في بطوله افريقيا الاخيره اللي حضراتكم تابعينها للريشه الطايره، طبعا من ذوي الهمم والقدرات الخاصه. شيماء مش بس بطله، هي اصبحت المصنفه يعني الثانيه عالميا وفقا لاخر ترتيب. اتكلمت هي مع فريق الاعداد حسب المعلومات اللي وصلت لنا يعني، وقالت ان هي عندها عروض كتيره جدا جات لها للتجنيس بعد البطوله الاخيره ليها وبعد الانجاز طبعا اللي وصلت له. ولكن هي من ناحيه تانية يعني في ازمه بسبب كمان قله الماديات. يعني هي جالها عروض تجنيس كتيره جدا، وهي بتتكلم ان على الصعيد الاخر الوضع ليس افضل شيء، ما عندهاش القدر الكافي من الدعم المادي. فهي بتتكلم انا ما عنديش كمان راعي، وهي قالت كتير ان هي بتفكر تعتزل اصلا لو استمر الوضع زي ما هو كده. فدي اعتقد او دي كانت مشكله مطروحه بقالها فتره، وناس كتير قالت لك يا بنتي روحي شوفي مستقبلك، طالما في بلد هتديكي كل الدعم وكل اللي انت محتاجاه وتعتزلي ليه، والكلام ده كله. ده كان راي. الراي التاني قال لك لا، وازاي تلعبي باسم بلد غير بلدك، وايه يعني لو في بعض الصعوبات الاتحاد اكيد هيحاول ان هي زلزلك هذه الصعوبات، وزاره الشباب والرياضه ممكن ان هي تساعدك. ده بالظبط اللي حصل، ودي اخر المستجدات كمان اللي عرفناها من وزاره الشباب والرياضه اللي وصلت مع شيماء مفروض، وقدمت خطة مفروض خطة إعدادها واللي هي محتاجاه لفترة الإعداد، بنتكلم بس الفترة اللي جاية فقط عشان التصنيف طبعا بتاعها ما يقلش. وهي قالت لهم كده يعني إن الاتحاد ما عندوش القدرة المالية للدعم، ودي مشكلة يمكن طرحناها أكتر من مرة في رياضات مختلفة، وهي ما عندهاش برضو على الصعيد التاني السيولة المالية اللي تقدر إن هي من خلالها تتحمل تكاليف السفر والمعسكرات وكل ما يلزمها. يعني اللي حصل كان ان لما المعسكر اللي هو هيكون يوم الاحد الجاي المفروض في اسبانيا، ده ازمته اتحلت، ده وفقا لكلام وزاره الشباب والرياضه ان الازمه بتاعه المعسكر القادم ده ازمته اتحلت. لكن احنا مش برضو بنتكلم في الازمه اللي هي الحاليه، احنا بنتكلم في هذا الملف من ناحيه اكبر، يعني من ناحيه فكره هنا الرياضيين بتوعنا، مش هتكلم بس برضو من ذوي الهمم، لا ان جنرال في العموم في اتحادات ما عندهاش القدر الكافي من الدعم المادي، في رياضيين ما عندهمش يعني القدر الكافي من ان هم يصرفوا على نفسهم. وبالمناسبه هما مش مطالبين ان هم يصرفوا على نفسهم، انا كرياضي يعني بتمرن وبعمل اللي عليا وبرفع اسم بلدي وبجيب ميداليات كمان وربما ميداليات ذهبيه، وعلى الصعيد الثاني
انا مش لاقي الدعم المادي، بسافر معظم البطولات على حسابي، فده برضو امر عليه علامه استفهام بصراحه. يعني لو بنتكلم عن كيس شيماء حاليا دلوقتي، هي لسه محتاجه راعي علشان وده حسب كلامها عشان يقدر يتحمل تكاليف معسكراتها، وفي حاجات كتيره جدا طبعا شيماء برضو محتاجاها. في لاعبين تانيين خليني اقول لحضراتكم يمكن لجأوا لموضوع التجنيس ده قبل كده في ألعاب مختلفة، وخليني أقول أمثلة، يعني عندنا أمثلة كتيرة جدا هذكر بعض الأسماء كده. عندك طارق عبد السلام مثلا، تم تجنيسه لدولة بلغاريا، طبعا احنا مش هننسى ده في لعبة المصارعة. عندك فارس حسونة تم تجنيسه لدولة قطر في لعبة رفع الأثقال، وأسماء برضو تانية كتيرة جدا، وآخرهم كان يمكن محمد الشرباجي اللي أثار جدل كبير جدا، نجم السكواش واللي أعلن مفروض اختياره إن هو يلعب لإنجلترا تحت طبعا عالمها وباسمها، وكان من ضمن برضو المفارقات زي ما بيتقال اللي بتحصل في عالم الرياضه فكره هنا التجنيس. امبارح كمان محمد الشرباجي طبعا بعد بقى ما حصل على الجنسيه الانجليزيه كان في مواجهه كبيره جدا مع شقيقه مروان الشرباجي، كان طبعا ده بيلعب باسم انجلترا وده بيلعب باسم مصر يعني في بطوله كانت كبيره جدا بالولايات المتحده، وانتهت بحصد محمد نتيجه 3-1. ف على كل حال أعتقد الموضوع برضو في رأيين وكل واحد بينظر ليها بنظرة معينة. البطل الرياضي بينظر ليها أن ده مستقبله، والناحية التانية ممكن شخص عادي اعتباري يقول لك ممكن يبقى عنده حتة عاطفية شوية، لا أو ما تلعبش باسم بلد تانية ومش عارف إيه، مع أن على فكرة ده ممكن يكون مختلف شوية في الخارج. يعني في الخارج الموضوع ما بيبقاش مرتبط قوي بالوطنية على قد ما مرتبط بمستقبل هذا اللاعب، والمجتمع بيبقى متقبل ده، ما عندوش حته ايه ده انت هتتجنس بجنسيه دوله تانية وهتلعب باسم تاني وعالم تاني اللي هيترفع. في ناس بتقول لك يعني في الخارج الموضوع فيه تقبل شويه، عندنا لسه. بس على كل حال يعني عشان نناقش الموضوع ده مش عايزين برضو ان احنا نتكلم او نحدد عن لاعب واحد، الموضوع كبير، احنا مش عايزين اسماء معينه محمد الشرباجي ولا شيماء ولا غيرهم، احنا عايزين نتكلم في العموم اكتر. احنا عندنا ابطال اختاروا بلدهم وتخطوا تحديات كتيره جدا ده على الصعيد الاخر، وعندنا يمكن برضو المشروع القومي للموهوبين اللي بيقدم لنا مفروض ابطال من المحافظات والاماكن اللي هي الاقل حظا اللي بيتقال ربما ما عندهمش الفرصه ان هم يظهروا لحد الموهبه اللي عندهم. بس هيظل ان احنا عندنا ازمه، وهي فكره هنا انا لو عندي بطل، وبرده تاني مش قصه بس الدعم المادي، انا لما بيبقى عندي بطل ولا يتلقى هنا الاهتمام المطلوب. يعني مثال محمد الشرباجي، محمد الشرباجي لما طلع ما اتكلمش خالص في قصه الدعم المادي ان هو عنده مشكله فيه، هو قال لك انا مش لاقي في تقصير في اهمال، مش لاقي اللي انا محتاجه من الاتحاد. فهي دي كانت مشكله محمد الشرباجي. اذا مشكله التجنيس ملهاش علاقه فقط بالشق المادي، ليها علاقه بفكره الاهتمام بالرياضيين دول اللي بعد كده بيرفعوا لك اسم مصر في محافل دوليه مختلفه، واللي المفروض بالتالي يبقوا بيتلقوا كل الدعم الممكن على ارضهم. ده اللي احنا بنتمناه، عشان بعد كده ما نجيش نقول هي مصر ليه ما بتجيب لناش ميداليات كتير في الاولمبيات ولا البارالمبيات ولا ولا الى اخره، عشان في مشكله بتحصل في الفترات الاخيره. ربما كان في اختلاف شويه، ربما على الارض فعلا كان في اختلاف، ولكن لسه حتى لو الدوله بتقدم دعم لسه ثقافه السبونسرز مش واصله لكل الرياضات. تلاقي السبونسر عايز بطل اوريدي معروف، بطل اوريدي ناجح، بطل يمكن اوريدي ما عندوش ازمات ماليه ولا ماديه وبيروح يبقى سبونسر ليه. طب بالنسبه لبقى الابطال التانيين والناس اللي ممكن من ذوي الهمم اللي بيجيبوا لك برضو بطولات واسماء بترفع اسم مصر في محافل دوليه مختلفه، ليه ما بركزش على دول؟ ليه لما اجي اعمل اعلانات مثلا لازم اجيب فنانين؟ خلاص مع احترامي الشديد ليهم حفظناهم، يعني عرفناهم وحفظناهم وبنحبهم وكل حاجه، بس خلاص بقى هات لي لاي اعلان للشركه بتاعتك بطل رياضي واكتب ده البطل الرياضي المصري في رياضه كذا، هو هيستفيد وانت هتستفيد والمجتمع هيستفيد، لان الثقافه هتبتدي تقول ان الايكونز في اي مجتمع مش بس هم الناس المشهوره في مجال معين اللي هو الفن على سبيل المثال او حتى الاعلام. ما تجيبش اعلامي، ما تجيبناش، هات الرياضيين دول اللي يستحقوا كل الدعم بصراحه. ده رايي، ولو حضراتكم تتفقوا قولوا لي، يعني ابعتوا لنا قولوا لي رايكم في هذا الموضوع. طيب التليفون جاهز يا جماعه، خلينا ناخد على التليفون عشان مزيد برضو من التفاصيل وتبقى الصورة واضحة أكتر معانا. على كل حال الأستاذ جمال نور الدين الناقد الرياضي والمتخصص في هذا الملف زي ما بيتقال كده الشائك. يا أستاذ جمال صباح الفل على حضرتك.
صباح الخير وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. انا مش عارفه حضرتك كنت سامعني في اللي انا بقوله او في كلامي، بس انا عايزه تعقيب من حضرتك مبدئيا. انا مش سامع حضرتك بس، ولكن انا مستمتع بالكلام اللي انت قلته. لان بالفعل انت حطيتي ايدك على الجرح. واحنا محتاجين في القضيه دي وبعض القضايا الرياضيه الشائكه ان احنا نستخدم مشرط الجراح ولا نستخدم مسكنات الطبيب. صح. فللاسف الكبير احنا بنناقش كل القضايا الرياضيه على الهامش، ما بندخلش في التعمق بتاعها عشان نقدر نحلها. القضيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي الناس بتتكلم فيها من عشرات السنين، ولكن ما حدش ناقشها بشكل جدي، وما حدش وجد ليها الحلول اللي ممكن تغنينا عن كل شويه نشوف ان اولادنا مخنوقين عشان قله الدعم وعشان 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 فايه يهربوا. في عندنا نوعين من التجنيس. التجنيس اللي هو اللاعبين بيلجأوا ليه لتأمين مستقبلهم العلمي والعملي، وهو ده متمركز او متخصص غالبيته في الاسكواش وفي التنس. دول بيتجنسوا عشان بيروحوا دورات علميه، بياخدوا منح مجانيه هو واسرهم، ودي اللعبتين دول ليهم وضعيه خاصه، مش مساله ماديه على قدر ما هي مساله تامين مستقبل علمي. بمعنى ان الاسكواش مش محتاج الدوله تصرف عليه، مش محتاج الاتحاد يصرف عليه، لان الاتحاد كل ميزانيته ما يقرب من 50,000، مش هيقدر من 5 مليون مش هيقدر يوفي التزامات اللعيبه كلها، واحنا عندنا الاسكواش ده رقم واحد في مصر بالزبط. وفي العالم كله، ولكن ده يعتمد على الصرف الاسري، والتنس الارضي كذلك، فده مش محتاج ان هو نقص دعم او هو هربان من قله الدعم والتجاهل وكده، ولكن هو بيلجا للتجنيس كخطوه ثانيه بعد المنح الدراسيه اللي كانت بتقدم ليه، واحنا شفنا كتير وعندنا امثله كتير من المجنسين، وعندنا امثله كتير على فكره من مصر رفضت المنحه دي عشان التجنيس. وعندنا كل غالبيه ابطال الاسكواش تقريبا كده عندهم منح في امريكا وفي انجلترا وفي كندا، ودول الثلاث دول اللي بيجروا ورا اللعيبه المصريه عشان يديهم الاول يغرهم في المنح الدراسيه، ثم بعد كده يعرضوا عليهم التجنيس يلعبوا باسماء دولهم. ودي حاله احنا يعني ما نقدرش نتكلم فيها، لان دي بتبقى قرارات اسريه مش قرارات اتحاد او قرارات دولي. دي زي ما حضرتك قلت هي القصه في الاول وفي الاخر، انا نظرتي غير نظره الاخر، يعني انا اللي في الموضوع، انا لازم امن مستقبلي، وما اقدرش الوم بطل رياضي في ده لو هو بيفكر في مستقبله على فكره، يعني ما في الاول وفي الاخر هو ده الكلام يعني. معلش دي رياضه برضه. دي جانب احنا مش هنقدر نتكلم فيه، ولكن الجانب الاهم والاقوى اللي احنا يعني عايزين نجمع له حل، وهو التجنيس بصفه عامه للالعاب الفردية أو الألعاب الجماعية اللي موجودة في مصر. طيب كل اللاعبين لما تيجي تسأليهم أنت ليه لجأت للدول دي؟ يقول لك أصل أنا عندي الاتحاد متجاهلني. قلة الموارد المالية، أنا مش عارف أصرف على نفسي. كله بيدور حوالين المادة. طيب هل الدولة تستطيع أن هي تقدر ترعى كل الرياضيين من الأول لغاية لما يبقوا أبطال عالم ويقدروا يصرفوا على نفسهم؟ هقول لك ما يقدرش، ما فيش دولة في العالم تقدر تصرف على الأبطال بالشكل ده، ولكن تقدر تساعد وتقدر تعمل برامج بحيث ان البرامج دي تكون برامج استثمارية تساعد هؤلاء اللاعبين عشان يبقوا أبطال عالم. طيب عندنا حلين. الحل الأول وهو إيجاد شركات استثمارية أو شركات رياضية ترعى اللاعبين من البداية. يعني. من البداية. سبونسر. وسبونسر بس بشكله الواسع اللي احنا نعرفه في الوسط الرياضي، وهو الشركات الراعيه للرياضيين. ودي للاسف ما بتلجاش للرياضيين الا اذا كانوا ابطال عالم او بالزبط. اصبحوا اسماء معروفه تقدر تستغلهم فيما بعد في اشياء اخرى، ولكن ان هي تقدر تاخذهم من تحت لفوق ده ما فيش للاسف. واحنا عندنا غالبا كده في مصر كلهم شركتين اللي بيرعوا الابطال، وكتر خيرهم لان هم برضه بيحفروا. بس هي دي المشكله، ثقافه صناعه البطل الرياضي غايبه عني تماما، هي دي النقطه. لا ما ثقافه صناعه البطل الرياضي ماديا. ما هي ماديا. ماديا لابد ان احنا نوجد كيان يكون مؤمن بهذه الفكره. أنا أتمنى، هو في دلوقتي وزارة الشباب والرياضة عملت صندوق رعاية الرياضيين،
وده معمول منذ سنة تقريبا، تم تدشينه، ولكن ليس هو الحل الوحيد. الحل الوحيد في ان احنا ننمي ثقافة رعاية الرياضيين من قبل رجال الأعمال، وده مهم جدا. طيب تسمح لي يعني سيو جمال، مش هختلف، انا هقول حاجة هنا في كلام حضرتك. يعني حضرتك ذكرت الاتحادات، الأزمة برضو، ولو حضرتك تتفق معايا أو تقولي وجهة نظرك، الاتحادات برضو بتصدر أزمات، ولا أتحدث هنا فقط عن الأزمات المادية، ولكن أتحدث عن عراقيل أيضا بتم تصديرها من قبل الاتحادات للعيبة. وده مش كلام يا فندم، ده كلام الأبطال اللي بيجوا عندنا هنا وبيقولوا ده. فلو أنا هقول إن الكيس دي موجودة، من يحاسب الاتحادات على هذا التقصير، سواء المادي أو المعنوي؟ اتفضل. لا ده انا هقول لك اكتر، لان انا لسه ما كملتش. انا بتكلم دلوقتي في ايجاد حلول بشكل عام، ولكن الكارثه عند حضرتك او القضيه كلها تاتي من داخل الاتحادات. الاتحادات عندما تاتي تضع برنامج لتطوير الاتحاد واللعبه وكذا وكذا، وده بيبقى كلها على الورق، ولكن في الحقيقه ان مجلس اداره الاتحاد وغالبيه الاتحاد بيتعمل كده، وانا اتحدى ان هناك اتحادات اكثر من 2 أو 3 هم بيعملوا غير كده. الاتحادات يا فندم بتنتظر الدعم الحكومي ولا تفكر في تطوير اللعبه ماديا او كيفيه استثمار المنتج بتاعها، وده 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 قصه وقضيه كبيره قوي. الاتحاد يا فندم لابد ان هو ينظر للعبه نظره مختلفه، بان اللعبه دي لعبة اقتصادية، في حاجة اسمها اقتصاد الرياضي في العالم كله، في حاجة اسمه ان الرياضة اصبحت دلوقتي عامل دخل اضافي للدخل القومي لكل البلاد كلها. بالزبط. احنا الاتحاد ده هو المنوط بتطوير اللعبة، الحصول على رعايات، استثمار اللاعبين دول، لابد ان يكون في استثمار اللاعبين عشان نطلع لاعبين غيرهم هنا ونحافظ على هؤلاء اللاعبين. كل اللعيبه اللي بتساليها انت سافرت ليه، هيقول لك في تجاهل وفي ضعف مادي وفي الاتحاد مش عارف يعمل لي حاجه. بالزبط. او بيفضل لاعب عن لاعب. طبعا انا بتفق معاك طبعا، وهي دي الكارثه. انا عايزه اسال حضرتك وهختم مع هذا التساؤل، وده كان خبر معايا في اول، كان خبر في النهارده في الحلقه، شيماء سامي. طبعا حضرتك عارف شيماء سامي، وعارف ان عندها مشكله، وهي اتكلمت وطرحت هذه المشكله، وبقالنا فتره بنشوف المشكله دي والاراء اختلفت. شيماء سامي بمنتهى الصراحه، من وجهه نظر حضرتك، هل من الصح ان هي تروح وتقبل هذا التجنس اللي هيقدم لها كل الدعم المادي والمعنوي حتى تستكمل مسيرتها، ولا تفضل هنا مع الوعود المختلفه من قبل الاتحاد ومن قبل وزاره الشباب والرياضه ان الامور هتتحل، مع العلم ان فعلا المعسكر القادم تم حل أزمته، لكن الله أعلم اللي جاي هيحصل فيه إيه؟ رأي حضرتك إيه بمنتهى الصراحة؟ أنا بمنتهى الصراحة إن هي ما تستعجلش في التجنيس، لأن التجنيس ليه برضه ثمن. وبقول لشيماء، يا شيماء صدقي وعد مسؤول الحكومة، بمعنى إن هو لابد إن هي تقعد مع وزير الشباب والرياضة، الراجل بيحل كل المشاكل، وأنا عن قربه أعرف ان هناك مشاكل حتى لم يتم الاعلان عنها تم حلها وتم ايجاد رعايه ليها. انا بقول لها قبل ما تفكري في التجنيس، فكري في نقطه واحده بس، ان انت بتلعبي باسم بلدك، بترفعي علم بلدك. فاذا كانت هناك مشكله ماديه، انا اوعدك ان هتتحل لو رحت وزاره الشباب والرياضه وقعدت مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. انا واثق ان هي كل الامور بتاعتها هتتحل، زي ما حل العديد من المشاكل، زي سمر حمزه وزي احمد الجندي، زي عدد كبير من الابطال في مختلف الالعاب، ويتدخل شخصيا ويحل الازمه اذا كانت في هناك ازمه، واذا كانت هناك ازمه ماليه بيوجد لها حل مع رعاه او مع احد البنوك اللي هي بترعى الوطنيه اللي هي بترعى اللاعبين. استاذ جمال نور الدين الناقد الرياضي، انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، شكرا ليك يا فندم. كلام محترم. وتاني هنقول هذا الملف ما اعتقدش تماما ان هو هيتم اغلاقه فيما هو قريب، الموضوع بقاله سنين طويله جدا. وبالمناسبه يعني في معايا ورقه مليانه
باسماء رياضيين من انحاء مختلفه في العالم، مش بس مصريين، قاموا وتم تجنيسهم في رياضات مختلفه، مش بس حتى في يعني كره القدم يمكن اكتر حاجه مشهوره، عادي جدا بيتم تجنيسهم وخلاص، بس برضو في فارق ما بين التجنيس في كره القدم والتجنيس في رياضات اخرى، لان انت ممكن يتم تجنيسك في رياضه ما تلعب مثلا لمده 3 سنين 5 سنين باسم البلد دي، وبعد كده بتعود مره ثانيه تلعب باسم بلدك عادي، لكن كره القدم هي الوحيده اللي طالما اتجنست بجنسيه بلد اخرى انت بتفضل تلعب بيها ومع المنتخب بتاعها. فالموضوع برضو مش لازم اللي هو يتم تجنيس الى الابد، انا ممكن كذا سنه، ده بتكلم تاني في الرياضات المختلفه. على كل حال ملف مهم، ولكن انا عندي تعقيب على كلام استاذ جمال الاخير. صحيح سياده الوزير طبعا اشرف صبحي انا قابلته كتير جدا، وراجل لطيف جدا وراجل بيشتغل حق يقال، ولكن النقطه في ايه؟ النقطه ان انا مش كل ما يبقى عندي ازمه ويتعمل عليها يعني بروباجندا ابتدي احلها، كل شويه يطلع لي اسم يتعمل عليه بروباجندا فهو بصراحه بتتحل، بس هي القصه ان انا ابتدي احط يعني شغل بيحصل او ابتدي احط خطه معينه عشان امنع اصلا كيسز زي دي تطلع، يعني اعمل خطه معينه بقى بالتعاون مع الاتحادات المختلفه اللي عندها مشاكل، في اتحادات كويسه ماديا وفي اتحادات عندها عجز شديد، وفي رياضات التكلفه بتاعتها كبيره وفي رياضات التكلفه بتاعتها مش محتاجه قوي، فابتدي انسق مع الاتحادات دي، ابتدي اشوف بالظبط خطتي لمثلا 3 سنين الجايين، السنتين الجايين، السنه الجايه، مش مهم شوف حضرتك هتقسمها ازاي، بس الدعم يكون موجود، ابتدي اشتغل ان انا احاول اغير الثقافه، انا اللي اجيب السبونسرز، ما هو برضو الرياضي مش هيروح هو يجري ورا الناس والشركات ويقول لهم والنبي ابقوا سبونسرز بتوعي، برضو الاتحاد لازم يبقى ليه دور، فده اللي انا بتكلم فيه، احل الازمه من الجذور عشان لما تظهر لي مشاكل تانية ما تبقاش بقى بالكم اللي موجود دلوقتي، هو ده اللي احنا بنقوله، لان في الاول وفي الاخر ده هيكون لصالح بلدنا، اسم مصر هو اللي بيترفع في المحافل الدوليه وده اللي بيشرفنا كلنا، فنتمنى ان ده يكون قريب كمان ليه حل، ونتمنى ان احنا عايزين مزيد ومزيد من الابطال في الرياضات المختلفه، وشكرا لذوي الهمم على كل اللي بيقدموه بجد وعلى رفع اسم مصر في بطولات مختلفه وعلى الميداليات الذهبيه اللي بيجيبوها لنا، وان شاء الله هتابع مشكله شيماء عشان نشوف الوضع وصل لفين. خلينا بقى بما ان احنا بنتكلم عن انجازات مختلفه نروح لذهبيه، يعني ذهبيه وكانت جديده وحاجه برضو انجاز جديد بس حققه تحديدا هنا الجمباز المصري بعد ما توج منتخب مصر للجمباز، طبعا الفني رجال واتكلمنا عنهم بقالنا فتره بالميداليه الذهبيه وحصل على المركز الاول في البطوله العربيه الثالثه للجمباز المقامه بالجزائر، الف مبروك. نتائج الفردي العام جاء للاعب طبعا عمر العربي المتالق في المركز الاول، وقبلها بيومين كان في ذهبيه اخرى، ف يعني حاجة مشرفة، بالتوفيق لكل لاعبينا يا رب. برضو إنجاز آخر معانا ومحترم للمنتخب الوطني للتنس الطاولة ورجال، وهنا بنتكلم برضو ان هم تمكنوا من الصعود لدور ال 16 في بطولة العالم على مستوى فرق الرجال المقامة بالصين، وأكيد بنتمنى ليهم كل التوفيق في كمان الدور القادم ومنافسة، نتكلم هنا أفضل 15 بقى فريق على مستوى العالم في تنس الطاولة، منتخبنا فاز كمان، خليني أقول لحضراتكم كده الأرقام، فاز في المجموعة على السعودية 3-0 وتغلب على كندا 3-0 وفاز على منتخب التشيك 3-1 وكمان أصفرت قرعة الدور يعني ثمن نهائي البطولة عن مواجهة هنا يعني هتكون قوية جدا للمنتخب أمام منتخب طبعا هونج كونج، وهتكون المفروض النهاردة، ومنتخب هونج كونج منتخب تقيل جدا، فنتمنى إن شاء الله يكون في تركيز من قبلنا ونتمنى الفوز، هنعرف بإذن الله خلال طبعا يعني ساعات قليلة. طيب بما ان انا كنت بتكلم بقى عن درجات الحراره النهارده ان هي الى حد ما افضل، خلينا نتابع بالظبط ونرجع نكمل نعرف درجات النهارده ايه. اتفضل. We'll be right back.
زي ما تابعنا دلوقتي درجات الحراره وزي ما حضراتكم يعني شفتوا في انخفاض الى حد ما ملحوظ في درجات الحراره وعلى يعني المحافظات كمان المختلفه. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، لسه اخبارنا اكيد ما خلصتش.